يبدأ فيلمنا برامبو وهو بيجهز نفسه للقتال، وزي ما عرفنا في الأجزاء اللي فاتت إن رامبو جندي عمليات خاصة محترف في الفنون القتالية، وإنه واحد من أجرأ وأقوى المحاربين في العالم، بس للأسف معتزل. رامبو ساب الشغل في الجيش الأمريكي وعاش في تايلاند بعيد عن القتل والحروب، وبيدخل رامبو حلبة القتال واستهتاف الناس، وبياخد العصاية من على الأرض وبيبدأوا القتال. وفي القتال ده خصمه بيكون قوي جدا وعنده خبرة في الفنون القتالية، لكن رامبو كان أقوى واستحمل وعافر قدامه وخلص عليه وكسب الماتش. وفي اللحظة دي المفروض ان رامبو يقتله، لكن رامبو بيفوق وبيراجع نفسه وبياخد ايده وبيقيمه من على الارض، لانه مش بيكون عايز يقتل حد من غير ذنب، وبياخد الجايزه وبيمشي. وبيكون رامبو قاعد مع الرهبانيين التايلانديه وكان بيساعدهم في شغلهم مقابل انه ياكل ويشرب ويعيش معاهم. واثناء ما رامبو شغال دخل عليه فجاه القائد تراتمان، وبينزل رامبو يسلم عليه. وزي ما احنا عارفين ان تراتمان ده قائد ومدرب رامبو، بيقول له رامبو انه مبسوط انه شافه وانه كان مفتقده جدا، وبيساله ايه سر الزياره دي. فبيعرفه تراتمان على الضابط جريجز، وجريجز بيكون صاحب منصب سياسي كبير في الحكومه، وبيقول لرامبو انهم محتاجينه في مهمه سريه في افغانستان لان الروسيين عايزين يستولوا عليها وعايزين يلحقوها في اسرع وقت. بيرد عليهم رامبو، انا ايه دخل بالموضوع، انا اديت واجبي على اكمل وجه وبعدت عن الحروب ومش عايز اقتل حد تاني من غير ذنب. وبيسيبهم ويمشي ويدخل المعبد، وبيروح تراتمان وراه وبيحاول يقنعه انه لازم يساعدهم ويقبل بالمهمه، وده لان رامبو محترف فنون قتاليه وماهر جدا في استخدام الاسلحه وبيعرف يتعامل كويس قوي باي سلاح. لكن رامبو بيرفض وبيمشي تراتمان، بس رامبو ضميره بيأنبه وكان نفسه يساعد الافغان. بعد فتره قصيره بيروح تراتمان افغانستان مع مجموعه، لكن بيحاصرهم الروسيين وبيضربوا نار على بعض، بس للاسف الروسيين حاصرهم من كل مكان واخدوا تراتمان رهين عندهم. وفي وقت ما رامبو شغال وكان نسى الموضوع، اتفاجئ بالظابط جريجز داخل عليه وبيقول له ان تراتمان نزل يحارب لكن الروسيين اخدوه رهينه. بيقول له رامبو انت ليه جاي تقول لي الكلام ده؟ جريجز بيقول له افتكرت ان الامر يهمك عشان هو القائد بتاعك وصديق عمره. فبيوافق رامبو وبيطلب من جريجز يدخله افغانستان. جريجز بيقول له انه مش مسؤول عن المهمه دي، ولو اتمسك هيكون لوحده ومفيش حد هيقف جنبه. قال له رامبو ايه الجديد، انا متعود على كده. وبالفعل سافر رامبو لكن لدوله بجانب حدود افغانستان، والخطه اللي هو ناوي عليها انه يدخل الصحراء عن طريق الحدود عشان الجنود الروسيين ما يلاحظوش. وبيقابل تاجر سلاح وبيساله عن واحد اسمه موسى، وده بيكون الشخص اللي هيوصله لافغانستان وهو اللي هيساعده في تحرير تراتمان. وبيساله رامبو عن الاسلحه عشان هو اللي هيتصدر لهم لوحده، لكن موسى بيقول له ازاي هتكون لوحدك، الروسيين اقوياء جدا ولازم يكون حد معاك. في الوقت ده تراتمان بيكون وصل للجنرال الروسي وبيطلب منه انه يعرفه معلومات عن الصواريخ الامريكيه، وبيعرفه انه لازم يتعاون معاه ويخون الجيش الامريكي. ولما تراتمان بيرفض بيطلب الجنرال من اتباعه انهم يعذبوه، لكن مع كل التعذيب ده تراتمان ما بيستسلمش، بل بالعكس قل منه قدام جنوده. في الوقت ده الجنرال الروسي رجولته وجعته وكان هيخلص على تراتمان، لكن بيدخل واحد من رجالته ومعاه واحد خاين افغانستاني، وبيقول لهم ان رامبو ومعاه المجاهدين بيخططوا عشان يخلصوا عليك انت وجنودك. لكن الجنرال اتعصب وقال لتراتمان انه هيخلص على رامبو هو وكل اللي معاه. واخيرا بيوصل رامبو لمعسكر المجاهدين وبياخدوا موسى جوله في المعسكر، ووقتها بيحس قد ايه ان الافغانستانيين مظلومين، وبيقول رامبو انه لازم يساعدهم يستردوا ارضهم. وفي الوقت ده بيشوف رامبو واحد روسي، فبيسال موسى عليه وبيقول له انه مش بيحب الروس وانه بيساعدنا في المعسكر، وهو عارف مداخل ومخارج المعسكر الروسي وبيساعدنا في حاجات كتير. وبعد فتره رامبو بيجمع كل المجاهدين وبيبداوا يرسموا خطه ازاي هيقدروا يوصلوا للمعسكر الروسي بدون اي خسائر. في الوقت ده بيقول لهم رامبو انه لازم ياخد خطوه سريعه ويتحرك بسرعه، لكن بيرد عليه واحد وبيقول له انه لازم يستنى حد عشان يساعده وانه ما ينفعش يكون لوحده لان الجيش الروسي قوي جدا وما عندوش رحمه. وفعلا بيسمع رامبو منه وبياخد قرار انه يستنى لما يجي الوقت المناسب ويكون مستعد. وموسى بياخد رامبو وبيمشوا في المعسكر، بيتعرف على الطفل ده وبيكون الطفل ده ليه اخ اتقتل في الحرب، ومن وقتها وهو نفسه يكون محارب. وبياخد السكينه من رامبو وبيلعب بيها واتبسط انه هيحارب معاهم. وفي الوقت ده بيلاحظ رامبو انهم بيعملوا مسابقه بالخيل، وبتكون قوانين اللعبه دي كره قدم بالخروف، اللي يلحقها هو اللي يكسب. فبيقرر رامبو انه يلعب معاهم. رامبو في الاول بيفقد السيطره على الحصان، لكن بعد كده بيرجع وكانه بقاله سنين بيلعب اللعبه دي وبيكسب. لكن فجاه كل حاجه بتتغير في ثانيه، وبيهجم عليهم الجيش الروسي بالطيارات اللي بيكون عارف مكانهم من الخاين الافغانستاني وبيدمروا المعسكر. لكن سرعته بدات رامبو بيشوف الار بي جي وبيجري عليه وبيضرب على الطيارات، وفعلا بيقدر انه يفجر طياره فيهم. وبيفضل الجنرال الروسي يدور عشان يعرف مين اللي فجر الطياره، لكن بيكون رامبو مستخبي عشان ما يشوفوش. وفعلا الطياره بتمشي وبنشوف قد ايه المعسكر اتدمر، ونساء واطفال ورجال ماتوا بدون اي ذنب. وبيروح رامبو المجاهد وبيقول له انه لازم يروح الحصن الروسي النهارده، لكن بيرد عليه وبيقول له ان الحرب مش حربك امشي، لكن رامبو بيقول له هي بقت حرب خلاص. وبيروح موسى مع رامبو وبيقول له الطفل ده انا عايز اجي معاك، لكن رامبو بيرفض.
يرفض. وفعلا بيوصل رامبو للمعسكر الروسي هو وموسى بالليل، وبيستغلوا ظلام الليل وبيتحرك بحذر شديد، وكان بيستخدم الخنجر بتاعه عشان يستكشف الالغام. وفي لحظه كان في قنبله هتنفجر بس هو لحقها، وفجاه بيجي الطفل وبيقول له انا هقاتل معاك، ومش بيعرف رامبو يرجعه وبياخده معاه، لكن بيخليه مستنيه بره المعسكر حفاظا على سلامته. وبيوصل رامبو وموسى للمعسكر من غير ما الحراس ياخدوا بالهم، وبيبتدي رامبو يزرع القنابل في كل مكان في المعسكر عشان يدمرهم. وبيسرق رامبو سلاح من جندي وهو نايم، والحراس بيلاحظوا ان في حركه غير طبيعيه فبيضربوا الانذار. وبيجري رامبو في الوقت ده عشان الحراس والكلاب طلعت تدور على الشخص الموجود في المعسكر، وبيقدر رامبو يتعلق في دبابه ماشيه عشان تقربه من سجن الاسرى ويبعد عن عين الحراس. وهنا بيلاقي رامبو القائد تراتمان، لكن فجاه بيلاقي الطفل ما سمعش كلامه وكان متابعه من اول ما دخل المعسكر. وفي لحظه بيلاقي جندي هيضرب الطفل، لكن رامبو في ثانيه طلع السكينه وضربه بيها، وفجاه كل الجنود حاوطوا رامبو، لكن رامبو خد الرشاش وضرب الجنود كلهم بيه. وبيطلع الجنرال الروسي وبيضرب نار، والطفل بياخد طلقه في رجله، وبيلحقوا رامبو ويجري بيه بره الحصن. وفي الوقت ده المتفجرات اللي كان رامبو زرعها هو وموسى كلها ابتدت تتفجر، وبيلاقي رامبو وموسى نفق سري فبيهربوا منه، لكن الحراس الروسيه بدون توقف بيلحقوهم، وبيجري رامبو وبيحط لهم قنبله وبيقدر انه يفجرهم. وفي اخر لحظه وصل رامبو لاخر النفق وبيقدر انه يخرج منه، وبيكون في واحد في انتظارهم بره، لكن الروس بيضربوا عليهم نار، وبياخد رامبو البازوكا وبيضرب صاروخ على بوابه معسكر الروسيين عشان يتاكد انهم مش هيعرفوا يطردوه. بيروح الجنرال الروسي لتراتمان فبيضربه وبيساله مين اللي عمل كده في المعسكر، وبيقول له الجنرال انه مش هيرحمه. بيرد عليه تراتمان وبيقول له مش عايزك تتعب نفسك، لان رامبو مش هيسيبك، وطالما دخل الحرب لازم يكسبها. وبيروح رامبو وموسى والطفل مكان امن، وبيعالج الطفل وبيضمد له جراحه، وبيقول لموسى خد الطفل وارجع وانا هروح المعسكر تاني. لكن موسى في الاول بيرفض لانه مش بيكون عايز يسيبه لوحده ولانه بقى صديقه العزيز، لكن في الاخر بياخد الطفل وبيسال الطفل رامبو انا هشوفك تاني ازاي. رامبو قال له هجيلك اول ما اخلص عليهم، وبيشيل رامبو السلسله من رقبته وبيديها للطفل، وبيمشي الطفل مع موسى. وبنكتشف ان رامبو مصاب وما كانش عايز يعرفهم، وبيطلع رامبو الرصاصه من جسمه بيعالج نفسه وبيرجع اقوى من الاول. وفي الوقت ده الروسيين بيدوروا على رامبو، لكن عشان سرعه وبداهه رامبو قدر انه يوصل المعسكر من ناحيه الجبل وبيوصل للقمه، واستغل ان كل الروسيين خرجوا عشان يدوروا عليه والمعسكر فاضي، وبيقابل الجندي ده وبيخلص عليه، وبينزل للمعسكر تاني وبيلحق تراتمان وبيحرره، وبيقدر انه يحرر بقيه الاسره. وفي الوقت ده بيكون الجنود رجعوا، فبيساله تراتمان هتعرف تركب الطياره دي؟ بيقول له هجرب، وبيستنوا لما الجنود ينزلوا منها. وبيروح رامبو وتراتمان يركبوا الطياره، وبنلاحظ ان رامبو بارع جدا في السواقه، وبيشوفهم الجنرال الروسي وبيضربوا عليهم نار، لكن عشان رامبو ذكي قدر انه يتفادى ضربهم في الطياره، وبيفجر ابراج المراقبه الخاصه بيهم، لكن بتكون الطياره اتصابت وفي طريقها للسقوط، بس بيقدر رامبو انه يهبط بيهم بدون اي خسائر، وبيتاكد ان الاسرى في امان. وفي الوقت ده الطيارات بترجع تاني وبيصعدوا قمه الجبل، وبيقدر رامبو يفجر طياره منهم بسهم مفخخ. بعد كده بينزل هو وتراتمان كهف يستخبوا فيه، وبدون تردد بينزل الجنود الروسيين وراهم، لكن رامبو بيقدر انه يخلص عليهم، وبيمسك رامبو اللاسلكي وبيساله الجنرال انت مين؟ فبيقول له رامبو انا بابا يالا، وبيخلص عليهم رامبو واحد ورا واحد، وحقيقي ده الاكشن اللي بجد. وبيطلع تراتمان عشان يشوف الوضع بره الكهف، وبيكون في الوقت ده رامبو بيخلص على باقي الجنود، وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيطلع علشان يشوف تراتمان، لكن بيلاقي واحد ماسكه وبيخنقه، وبيطلع بره وبيضربه جامد، لكن بعد معاناه رامبو بيقدر يخلص عليه. وفي وقت ما رامبو وتراتمان مفكرين انهم فازوا بالحرب، بيجي الجنرال الروسي ومعاه الدبابات والجنود، وبيقول لهم سلموا نفسكم، لكن رامبو مش بيوافق، وبيكون واقف زي الاسد بياكلهم، فبيضرب الروسيين عليهم نار، وبيقابلهم رامبو برصاص زي المطر، لكن فجاه بيظهر جيش كبير من المجاهدين الافغان، وبيخرج رامبو وبيمسك الاربجين، وبيضرب في الجيش الروسي كله، وبيدخل رامبو الدبابه وبيضرب نار على الطياره اللي فيها الجنرال الروسي. في الوقت ده بيكون تراتمان عايزه يخرج من الدبابه لانها هتنفجر، بس رامبو بيكمل عادي ومفيش حاجه بتوقفه، وفعلا بيخلص رامبو على الجنرال الروسي، وبتنفجر الطياره والدبابه اللي كان فيها رامبو، وبيفكر تراتمان انه مات، لكن بيطلع من الدبابه فجاه. بعدها موسى والطفل بيودعوا رامبو وتراتمان، والطفل بيقول له خليك معانا، لكن رامبو بيقول له انا لازم امشي، وبيودعهم وبيمشي هو وتراتمان.